ويدفعوا في بنتي يجروا فيها خرجوا خرجوا خرجوا، ملي ما كان بغوش نخرجوا كيمشيو بحالها، يغبوا سيمانة ولا جوج ويجيو تاني. ملي دخلوا صابوني انا باركه هنا برا هاد البلايصه فين باركه دركا، قال لك خرجي لالا، ملي ما بغيتش نخرج هزوني وخرجوني انا وبناتي. بداو يجروا فيا رجال، واحد ديما كيجي وكيبدا يجر فيا وكيبدا يضرب فيك، نقول لي بعد مني رانا مريضك. سيري للزنقه، قالوا لك بالعربيه عندي ربعه البنات، قال لك سيري للزنقه، سيري عاد الشمكاره. انا خدو الشروات، انا ساكنه هنا من 2007. كيف سكنتونا اول مره؟ سكنت انا والراجل ديالي، شرا هاد البريريكه هنا في الكاريان، وجات عند نمو ماتت هنا، وجا شيخي حتى هو مات هنا، واليوم عاد دعانا واحد الراجل قال لك انا كنت ساكن هنا قبل منكم، دعا راجلي. واخا من 2000 نشوف شويه بشويه، من 2007 قلتي لي انت جد، انت جد الدعوه جات حتى ل 2017 10 سنين. كيفاش زعما دوزتو؟ انا ما كان لا 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 مشاكل، لا حتى حاجه ما كانت. شريتو هاد البراكة؟ كاين شي اوراق؟ كاين شي حاجه؟ كاين حتى حاجه وليدي، لا كارت صافي. انا عندي اربعه البنات وولد، والد وليداتو هنا، عنده الحاله المدنيه، عنده لا كارت على هنا، عنده كل شيء. انا بناتي كلشي عندهم لا كارت على هنا. يعني من 2007 وانتم ساكنين هنا؟ احنا ساكنين هنا بخير. احنا ساكنين هنا بخير. المهم 2017 حتى 2017 دعانا واحد السيد، دعا راجلي قال لي حقك تساكن هنا قبل منك، وجاب البوليس وجاب داكشي، وتعتقل فيها راجلي شهرين. اش من تهمه؟ اتهمت الحجازات الغير ولا ما عرفت، ما فهمتش انا وليدي، ما قارياش ما عارفاش. عنده شي اوراق هذا السيد هذا؟ ما عنده حتى حاجه، ما عنده. ولكن براكه سمحي لي، يعني حجازات ملك الغير خاص يكون عنده اوراق بانه هو الملك، هو المالك الحقيقي ديال هذا الشيء. ما عنده حتى ورقه لا هو ولا انا من غير الكارت اللي عندي انا وولادي. كيقول هو كاري، كنسولو كيتسولو المحكمه كتقول لي من عند من كاري، ما كيقولش ليها. اين هي هذيك؟ تعتق الراجل دوق الشهرين في الحبس، خرج الراجل كان مرض، كانت عندو عمليه ديال القلب، مشى للميريز كون عس، بقيت انا مقابله تما، واستغلوا هذيك الفرصه تاني جابوا البوليس ودخلوا على الدريات هنا، سدوا عليهم، سدوا لهم على شكايرهم لداخل وعلى الطابليات وعلى كل شيء. انا في السبيطار كانت معايا الدريه بنتي كبيرة، ملي جات صابو مسادين الدرية تبغيو يمشيو للمدرسة، دخلو هرسو البراكة وخدو شكايرهم وداكشي. شكون اللي كان في الدار ديك الساعة؟ كانت واحد الدرية يقول لها الزاهية، الدرية الاخرين كانوا خارجين، كانوا في المدرسة. المهم وليدي الراجل توفى، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. ادعاني انا ودعا الدرية بنتي الكبيرة، ولينا كنحضروا معاه تاني في نفس البوشكيل، كيسولوا الرئيس يقول لي من عند من كاري، ما كيقولش لي. انا كنسولوني كنقول لهم سيدي حار الله بيني وبينو هاد السيد، احتل اش من شهر هذاك اللي تحكم لي انا هاد الحكم في صالحي. تحكم لي انا هاد الحكم في صالحي، من تما ولاو بقاو كيجيوني تاني، كيبداو يجرو فينا، يدخلوا بالصبابط من فوق الفراش، وكيجي معاهم جوج ما يدخلوا، ما نكون نقول لهم وريوني شي ورقه، عطيوني شي حكم، عطيوني شي استدعاء،
عطيوني شي سيدعة ولا عطيوني شي ورقة ولا عطيوني شي كده، ما كيعطيوني والو. حيدي خرجي وصافي، خرجي بحالك. نقول مودي راه هاد الشيء ما خصو يجي. واش كيقولوا لك انك جا حكم بالافراغ، جا عندك الافراغ خرجي بداو يجر الافراغ. كاين شي وثيقه كاين شي حاجه؟ ما كيعطيوني حتى حاجه. انا كنقول لهم يعيش المالك، انا ما كنعرف حتى واحد من غير ربي والمالك. من امتى بداو كيجيوك الناس اللي قلتي السلطات المعنيه؟ 2018 وما كيجيو باش يخرجوا، وما كيجيو باش يخرجونا، ماشي يدخلوا السلام عليكم السلام، ها انتم راه عندكم تبليغ ولا عندكم سيدعة ولا عندكم كذا. كيدخلوا لنا حتى الفراش بصبابطهم فوق الفراش، كيبداو يجروا فيا. انا مريضه فاتحه، عندي عمليه، انا حشمت نوريك كرشي، ويدفعوا في بنتي يجروا فيها. خرجوا خرجوا خرجوا، ملي ما كنبغوش نخرجوا كيمشيو بحاله، يغبوا سيمانه ولا جوج ويجيو تاني. ما كتجيني لا سيدعه لا كنقول لهم عطيوني شي سيدعه، عطيوني شي حاجه باش نعرف راسي تاني شنو، عطيوني كذا. ما عطاوني حتى حاجه. واليوم عاد جاوني، جات القوه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شنو قالوا لك ملي دخلوا؟ صابوني انا باركه هنا برا هاد البلايصه فين باركه دركا، قال لك خرجي لاله. ملي ما بغيتش نخرج هزوني وخرجوني انا وبناتي. اليوم انا كنتمنى هادشي بلا غير المالك بلا غير سيدنا. اش من علاش خرجوك؟ اش من تهمه؟ قلت لي مارو لي شي حكم، مارو لي شي ورقه نوريكم ثاني حكمي، ها هو عندي فيدي. قال لك لا عندك محكوم عليك من 2017 ولا 2018. قلت لي ما رولي نشوف تانا، راه تمكن لي انا نقرا، انا ما قارياش، بناتي قارين يقراو ويشوفوا هاد الشيء. قال لك لا خرجي وصافي. هزوني انا من هنا وخرجوني. ملي خرجوني انا رجعوا لبنتي تاهي، خرجوها بنتي كطيب الخدمة وجاي ما خلاوش. جاك الفراغ بالقوة؟ بالقوة، ولكن ما عطاوني حتى ورقة، ما عطاوني حتى حكم، ما عطاوني حتى سيدعة، ما عطاوني حتى حاجة. اسمحي لي كنقاطعك باش الناس يفهموا، افراغ بالقوه شكون اللي كان هنايا في الدار ديك الساعه؟ ملي انا كنت انا وهاد الدريه بنتي. انتي وبنتك؟ شكون اللي كانوا كيخرجوا فيكم؟ رجال ولا عيالات؟ بداو يجروا فيا رجال، واحد ديما كيجي وكيبدا يجر فيا وكيبدا يضرب فيك. نقول لي بعد مني رانا مريضه، كيقول لك راني منفذ. كنقول لي عطيني شي ورقه باش حتى منفذ ولا باش حتى كذا ولا باش حتى كذا. ما كيعطيوني ولدي حتى ورقه. واليوم هو الاول اللي جا صابني انا باركه هنا عند الباب، وقال لي عاودي معنا الكوميساريه. قلت لهم نمشي معاكم فين ما بغيتو، ولكن ما تمكنش ليا نخرج عريانه بلا بيجامه بلا داك. ديت جلابيتي خرجوني، ملي ما بغيتش نخرج هزوني وخرجوا حتى لبرا للزنق. عقبو خرجوا الدريه بنتي وسدوا لي. انا كنتمنى هاد الشيء يبلغ لسيدنا عاش الملك. راه الكاريان راه ميكا وزنقة فوق ميكا وزنقة، هاد السكنة اللي خرجوني منها. وانا راه هاد البلاصة راه كون جيتي في الشتاء راه عندي البحر، راه كون جيتي في الشتاء ولا صبنوا البنات راه عندي البحر هنا، وانا الطواليط ما عنديش. واخا نكملوا بشوي بشوي، سدوا لك الباب؟ سدوا البيبان بجوج، وكيقول عندي براكة، ولكن البراكة الاخرى مالها هي تسدت. سدوا لي براكه، هو كي ملي كيقولش براكه كيقول غرفه، كيقول لك غرفه انا عندي. وسردوا لي البراكات بجوجات، وانا فين غنمشي انا وبناتي؟ نمشي الزنقه. خرجونا للزنقه برا وخلاونا وزادوا بحالها. واخا قولي لي الحوايج ديالكم داكشي اللي في الدار؟ كلشي بقى، كلشي باقي لداخل. دريه بزز دخلت خرجت هاد الحويجات، قلنا باش نبدلو يضرنا البرد. كلشي باقي لداخل، باقي حوايجي باقي. شنو هذا داكشي اللي بقى داخل ديال من غيبقى مسدود؟ ديالي انا قال لك حقا. علاش اليوم ديالو حتى هو؟ الله اعلم، ما سمعتوش هو، ما نكذبش. المهم دخلوا صوروا داكشي، كاينه ثلاجه، كاينه هذه، كاينه هذه، كاينه هذه. وانا باش نقول لك وليدي سمعتو هو ما سمعتش، ما شتوش انا. ما كانش معاه. قالوا انا ما شتوش، قالوا حتى هو كان، انا ما شتوش. واليوم امر الله وامرنا، كنتمنى هادشي بلا غير سيدنا. دابا انتيا
شحال في العمر ديالك؟ شحال في العمر ديالك؟ ما قارياش وليدي، انا ما عارفاش. ها لاكارت ديالي نعطيه لك دابا. ماشي مشكله، خلي لاكارت خلي. دابا انت هي مراه كبيره ودابا البرد والشتا، ها هما خرجوك، فين غتمشي؟ فين المصير ديالك؟ سيري للزنقه، قالوا لك بالعربيه عندي ربعات البنات، قال لك سيري للزنقه، سيري عاد الشمكاره ارماله، مي قلت لك الراجل قال لك سيري للزنقه بهذا المعنى، قال لك دي هاك البنات وسيري للزنقه عاد الشمكاره، وراني قلت ليهم اللي كانوا هما هنا. شنو المصير ديالك للزنقه؟ سيري عاد الشمكاره تي وهاد البنات، سيري للزنقه تي وياهم، حنا ما شغلناش فيك. المهم براكه خرجوك منا، فوق ميكا وزنقه خرجوك منا. انا عندي مشكل ديال المهنه، انا نتسنى في الاستفاده ديال سيدنا، انا كنتمنى هادشي يبلغ لسيدنا، كنتمنى هادشي يبلغ لسيدنا بلا، ونتمنى يبرطاجيو هاد الفيديو. رانا ما قارياش وليدي، ما عارفاش، راني ما قارياش، ما عارفاش. مرضيتيش؟ مرضيتيش قدام الجيران؟ مرضيتيش قدام؟ مرضيتش وليدي، ما عنديش فين نمشي، ما عنديش فين انت بناتي نمشي، ما عنديش انا وليدي سوى سيدي ربي وسيدنا، ما عنديش انا فين نمشي، ما عندي لا حليل لا حيل والو، ما عنديش انا فين نمشي، ما عنديش. كنتمنى سيدنا يشوف هادشي، ونتمنى من سيدي ربي ياخذ ليا حقي، نتمنى من سيدي ربي ياخذ ليا حقي في هاد الناس. عطينا العنوان ديال هاد البلاصه هادي، الناس باش يعرفوا البلاصه فين. هادي وليدي سيدي مومن القديم، هاد المشكل اللي طاري فيه هاد البراكه رقم 5، سيدي مومن القديم الزنقه 12 رقم الدار 5 اللي طاري فيها هاد المشكل، وهاد السكنه اللي بغاو يخرجونا منها. سير لهين وصور كل شيء، هاد هاد القبر اللي بغاو يخرجوني منه هاد الناس. انا بغيت نعرفهم شكون هما هاد الناس. تبعوك على براكه ماشي حتى دار، تبعوك براكه باغا نتسنى الاستفاده ديال سيدنا، راه كيعطي في الاستفادات كاع اللي في الكاريان كيعطي استفاده، وانا كنتمنى هاد الشيء يبلغ لسيدنا، ونتمنى سيدي ربي ياخذ لي حقي من هاد الناس. انا خرجوني انا وبناتي دركو بالعربيه، قالوا سيروا للفاسد،